صباح الفل على كل السادة المشاهدين اللي صاحيين النهاردة بيتفرجوا علينا. هنكون معاكم على الهواء من الساعة 9 للساعة 11 النهاردة 17/11/2017. ويمكن وانا نازلة النهاردة الصبح كان في بوادر الشتاء اللذيذ. صباح الفل يا أشرف. صباح الخير يا ريم. صباح الخير على كل السادة مشاهدي قناة النهاردة لايف في كل مكان. لسه بقول لي ريم برافو عليك، نبهتنا من الصبح وجود شبورة على الطريق الدائري الحقيقة وهي جاية، وفعلا زي ما بتقول بوادر الشتاء بدات كده، بدات تهل شويه. وعايز اقول لكم سر، من ساعه ما جينا من الساعه 8 من الصبح واحنا عمالين نتكلم على ضحكه هي على فكره حرفيا كل يوم نتكلم على الفطار ونتكلم على الاكل ونتكلم على الوجبات. خلاص يا اشرف، انت تتعود انه ما دام انت قاعد معايا يبقى لازم هنتكلم على الاكل. خلاص يعني ده امر مسلم بيه. عندنا مجموعة جميلة جدا من الفقرات النهاردة، إن شاء الله تبقى جمعة مباركة، وبنبتديها معاكم بفقرة الصحافة، ويكون مشرفني في ضيافتي النهاردة الكاتب الصحفي أستاذ مصطفى الأسواني. حول مولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هتكون فقرتنا الدينية النهاردة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، ورحلة طويلة في حياة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كابتن عمرو سعد وشهد ايهاب ومصطفى الغبيشي هيكون ضيوفنا النهارده. كابتن عمرو طبعا هو مدرب منتخب مصر للكاراتيه، وشهد هي اللي حصلت على ذهبيه الكاتا الجماعي للشابات، ومصطفى الغبيشي اللي حصل على المركز الثاني على العالم في الكاراتيه. النهارده هنتكلم مع بعض على بطوله اسبانيا للكاراتيه. الحقيقة ذكرى مرور 115 عام على إقامة المتحف النسائي، والحقيقة المتحف نفسه يعني تحفة معمارية الحقيقة، ولكن هنتكلم كتير النهاردة مع الأستاذ سيد حسن مدير عام المتحف المصري الأسبق، وكيفية ظهور القطع الأثرية وعرضها وأسلوب العرض والمتحف المصري الجديد بالتأكيد، ونعمل كده عملية مقارنة، ولكن يظل المتحف المصري القديم في القلب زي ما بنقول. لا، وكمان الجميل في المتحف المصري إنه مش بس إن هو تحفة معمارية، ان كل الافلام الاجنبيه اللي اتكلمت على الاثار المصريه كانوا عاملين ديكورات للمتحف المصري، فواضح ان هو خلاص بقى ايقونه في الافلام. بالظبط كده. ايضا المخرج محمد عبد الحميد هو مخرج مسرحي، هنتكلم النهارده عن المسرح الدوار. ده كان عرض سريع لكل فقراتنا النهارده، وطبعا ما ينفعش ان احنا نبتدي اولى بفقراتنا من غير ما ايه يا اشرف. بالتاكيد فقره الرياضه وكابتن علي النهارده وتمرينات الظهر. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع مع ريم والاستاذ مصطفى الاسواني وفقره الصحه.